منطقة من نادي الزمالك انا شايف مدرب جديد فوز على كابس يونايتد في دوري المجموعات، هل دي خطوة في استعادة اللقب المفقود؟ يعني العملية محتاجة وقت لسه، يعني المكسب مباراة من كذا مباراة طبعا دي مش عايزين نتكلم في احداث كتيره، لان طبعا لسه قبل ما الراجل يتعرف على الفريق ويبتدي يحط بصماته بيحتاج وقت كتير، لكن هي خطوه ان احنا تكسب اول مباراه، لكن لسه البطوله لسه طويله، يعني في ماتشات لسه ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل بكره، لكن بالتوفيق دايما للنادي الزمالك. شايف اداء الزمالك لسه ما تقدرش تحكم دلوقتي، مسيره اللعيبه واختياراته للعيبه لسه ما ظهرتش، لانه طبعا في نجوم قاعده وفي نجوم شاركت وفي نجوم بتظهر وفي نجوم بتختفي، طبعا دي مساله هتاخد معاها وقت شويه، لان طبعا المباريات ما هياش فيها نوع من انواع الاثاره، يعني كل المباريات اللي في الدوري اللي بتتلعب دلوقتي بقت مباريات عباره عن مباريات تكمله اداء للفريق، لكن الاثاره او الاظهار اللاعب امكانياته بتيجي من خلال المنافسه الشديده اللي بيوصل، خصوصا الزمالك والاهلي، يعني لما بنيجي نتكلم على لعيبه بتوصل لمرحله في المنافسه هنا بيظهر اللاعب، لكن طبعا انت دلوقتي شايف ان اللعيبه كلها الاداء بتاعها مش واضح، في برضو بيبقى في لعيبه بتبقى محتاجه معامله، ممكن تكون لعيبه بعيده محتاجه اسلوب تدريب جديد. الناس انتقدته يمكن في استبعاد ايمن حفني، ما طبعا ما يعني الاستبعاد ده يعني نتيجه ان هو ليه رؤيه، خلينا نشوف الرؤيه، ما هو ده المدرب الاجنبي اللي بيفكر او يعني بيكون بتاع ده، بنشوف هل الفكره دي هتنجح او لم لا، فطبعا دي هتاثر على مسيرته هو كمدرب، لكن استبعاده لايمن حبني في الظروف طبعا احنا كلنا عارفين ان ايمن طبعا لعيب كبير ولعيب مميز، طبعا ان هو يستبعده دي بتبقى نقطه مش في صالح المدرب، لكن خلينا نشوف هو بيفكر ازاي.